كل مكان. نستعيد اللقاء بكم مجددا مع هذه الانطلاقات الصباحية في ظل هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر مارس لسنة 2010 للميلاد، وافتتاحية سباقاتنا المحلية السادسة ضمن مرحلتها الأولى. على بركة الله ينطلق الشوط الأول، الشوط الرئيسي مشاهدينا الكرام ضمن أشواطنا المفتوحة لهذا اليوم، هذا اليوم الذي سيشهد مشاركة أسماء قوية، أسماء تابعناها مشاهدينا الكرام في بداية هذا الموسم وفي منتصفه عندما حققت الإنجازات وعندما صالت وجالت في أشواط الرموز. أعدكم بأسماء سوف تستمعون إليها بعد قليل في ضمن انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق إذن شوط المنافسة القوية وشوط التحدي، شوط مشاهدينا الكرام سنشاهد الإثارة عندما ستكون حاضرة هذا الصباح الجميل. البداية والمقدمة مع هملولة، من تحتل المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبيد بن شينان المري، ضيفة الميدان العزيزة القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الثاني هذه بلشة، الله الله الله، بلشة الآن تنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة فهد بن سيف الخيارين، حاملة لواء التحديات وحاملة لقب البندقية الذهبية في شوط اللقاية في مهرجان سيدي ولي العهد الأمين. بلشة تنطلق في المركز الثاني وتعلن مشاهدينا الكرام تواجدها القوي في صباح هذا اليوم. المركز الثالث، نصل إلى نشبة التي تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة ناصر بن مسفر الشهواني. الدور على المركز الرابع، من تحتل المركز الرابع ومن تنطلق أيضا في محيط هذا الشوط الرئيسي اللي هي مشاهدينا الكرام الناوية لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر أحمد بن مايد الخيلي. المركز الخامس، وصلنا إلى الحليانة للشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني وبقيادة علي بن حمد بن مقارح المري. هذه نتيجتنا للمرة الأولى، ونعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط وإلى بلشة. الله الله الله، بلشة إذن تحتل المركز الأول للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبتوجيهات وتعليمات المحترف فهد بن سيف الخيارين الذي ينطلق مع بلشة في انطلاقتها القوية المعتادة. المركز الثاني نشبة، شوط فيه بلشة وشوط فيه نشبة، يا سلام. نشبة على المركز الثاني للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المرعب ناصر بن مسفر الشهواني الذي يتابع هذا الشوط ويتابع انطلاقة نشبة. المركز الثالث، هملولة تحتل المركز الثالث إذا مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة العمدة عبيد بن شينان المري. ثلاثة أسماء انطلقت أيضا، ثلاثة أسماء انطلقت مشاهدينا الكرام، وأيضا أعدكم بأن هناك أسماء سوف تتدخل هناك عند لحظات الحسم، عند لحظات القوة، عندما ستتضح إحداثيات الكيلومتر الأخير. المركز الرابع، الحليانة للشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني وعلي بن حمد بن مقارح أحد الشباب المتميزين الذين ينطلقون في أفق هذه الرياضة العربية الأصيلة. المركز الخامس، وصلت آسيا، قارة آسيا بأكملها تنطلق في المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني
بقيادة المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. يا سلام، الله يا بلشة، بلشة على المقدمة. مشاهدينا الكرام، تحتل المركز الأول. كلما أنهيت النداء وعدت إلى المقدمة فأجد هذه البطلة، أجد هذه المتميزة، أجد هذه الرشيقة الأنيقة التي تحتل المركز الأول. بلشة إذن على الصدارة، بلشة على موقعة الشرف مع مرتبة الشرف، بلشة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة فهد بن سيف الخيارين. إذن بلشة مشاهدينا الكرام ترسم أحداثيات المركز الأول، والمركز الأول معتاد على بلشة. المركز الثاني نشبة على ثاني المراكز للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة ناصر بن مسفر الشهواني. يا سلام يا سلام يا سلام. بلشة إذن، بلشة مشاهدينا الكرام تربطها صداقة حميمة بالمركز الأول، وفي سجلاتها بندقية ذهبية، وها هي تنفرد تعلن الانفراد وتعلن الانطلاق عندما شارفت على الكيلو متر الأخير. الله الله يا بلشة، الله يا بلشة، ويا بلشتكم من بلشة في هذا الموسم. يا سلام يا سلام يا سلام. تعلن الانطلاق وتعلن التحدي في ميدان التحدي، ليعلن هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، بأنه من أقوى الشعارات بعد أن حقق الإنجازات الكثيرة المتعددة هناك في مشاركاته الخارجية مؤخرا في ميدان المرموم، عندما سيطر المدير بداية على البندقية الذهبية في سن الجذاع، وعادت حماس لتشعل حماس الإثارة في كأس الكؤوس، كأس الثنايا الأبكار المفتوح، ويأتي من بعدها المحيط ليكون محيطا زاخرا بالإنجازات والإبداعات. ومؤخرا يأتي السعدي ليسعد جماهير هذا الشعار بعد أداء منفرد، بعد أن سيطر طيلة 8 كيلومترات على ناموس الخنجر الذهبية. وهنا مشاهدين الكرام يعود هذا الشعار مجددا على ظهر بلشة التي انتزعت بندقية سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. تهانينا إذن، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز بلشة بالمركز الأول، والتهاني إلى المحترف فهد بن سيف الخيارين المركز الثاني، وانفراد واضح للعيان لبلشة المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، كان من نصيب الناوية، والمركز الثالث كذلك لمياسة، وكلاهما تابعة ملكيتهم لهجن الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الرابع ذهب لمصلحة نشبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الخامس كان لمصلحة الظبي للسيد سالم بن محمد بوعرقوة المري. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا إذن سيطرت بلشة مشاهدينا الكرام على ناموس الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، مسجلة بذلك توقيتا زمنيا قدر ب7 دقائق و48 ثانية و14 جزءا من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين. المركز الثاني مشاهدينا الكرام جاءت فيه نشبة، أو جاءت فيه الناوية لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقطعت المسافة في 8 دقائق 2:09 من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وللمضمر السيد أحمد بن ماجد الخيلي، بينما المركز الثالث كان من نصيب مياسة، وقطعت المسافة في 8 دقائق 2:14 من الثانية. تهانينا لمضمر مياسة السيد مبارك بن أحمد الخيلي. أيها الحبل الكريم متابعينا أينما كنتم، انطلاقة شوط آخر تعلن عن بداية